أيها الأحباء في كل مكان، أرحب بحضراتكم في هذه الأمسية الكروية، حيث الوجهة الليلة في ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز. الهلال يواجه الاتفاق في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، وبالتأكيد مواجهة منتظرة، وأمام هذا الحضور الجماهيري الكبير من أنصار الزعيم في هذه الأمسية، بالتأكيد نحن وإياكم على موعد مع مباراة كبيرة مفتوحة ممتعة جميلة في الكثير من الأسماء المهمة، في العديد من النجوم، في الكثير من الرغبة في تحقيق الانتصار، في مواصلة المشوار. 7 نقاط لكل فريق بعد انتصارين في أول 3 جولات، وأمنية كبيرة بمواصلة حصد النقاط في هذه الأمسية، في هذه المعركة الكروية التي تجمع بين الفريقين. الهلال يخوض هذه المباراة في ملعبه بين جماهيره بقيادة سالم الدوسري، وأيضا مع صفوف بدأت تكتمل تدريجيا في انتظار حضور الكبير. الثاني خطيرة بالراس وكرة، لكن الدفاع يتدخل. سالم داخل منطقة الجزاء بكرة، لكن الدفاع يتدخل. قراءات النجم التركي غير اتجاه اللاعب كويسن، لكنها بعيد أمام خصم يتمتع بهذه الإمكانيات العالية. هذه لمالكوم داخل منطقة، حاول يمر لكن التغطية، الإبعاد في اللحظة الأخيرة من جانب الدفاع الاتفاقي، والوصول نحو الحارس باولو فيكتور. ياسر الشهراني كرة عرضية، ميشيل انتظار، لكن حمدان مرة أخرى بالقدم اليمنى. نيفيس العرضية حلوة بالراس، يا ولد يا الله، جميلة جميلة، كم كانت حلوة اللقطة الأخيرة. يا ساتر يا جماعة، نيفيس روبن، يا جماعة روبن، عرضية حلوة بالراس، ميتروفيتش موعد فريقا، فضربة العارضة تمنع الهدف، والفرصة كانت قريبة متاحة لمصعد سالم الدوسري. لمسة لياسر شهراني، يحاول ينتظر في الخلف ويبحث بعد ذلك عن ضرب الهلال بال... يلعب الكرة هزازي، تحرك بجانب كوايسن تمريرة، لكن يحاول إبعاد الخطر، ضغط عالي بجانب ميتروفيتش. باسمية حقق الكثير من الأرقام، حلوة هذيك. ميشيل على اليمين، عرضية بالراس، لكن عالية وبعيدة من ميتروفيتش، بعيدة من ميتروفيتش. في الأخير تحولت إلى ركلة مرمى. ألكساندر اللي كان هداف فوق العادة مع نادي فولم، لأنه فولم يعرف قيمة هذا. تغطية وتدخل عادة والسعادة، ميتروفيتش تسديدة لكادة من ميشيل، ميشيل مر، ميشيل مر، ميشيل تمريس عرضية نحو القائم الثاني، خطيرة بالراس، ولكنها عالية واعتلت العارضة من غيره ميتروفيتش. ميتروفيتش في التغطية الدفاعية أمامه، ولكن رغم ذلك كان عند الالتقاء والضربة، وثاني مرة تقريبا أو ثالث مرة من ميتروفيتش، ثالث مرة، مرتين بالراس كانت ومرة ستكون نتيجة مقبولة. خطيرة إلى مالكوم، تسديده يا ولد، مالكوم، مالكوم، روعة روعة روعة. لسه أتكلم على تعادل سلبي، لم يحدث، العمل كبير من ميتروفيتش في التحضير، الضربة ولا أروع، 1-0 للزعيم مالكوم، رابع. ليلة صعبة على زملاء هندرسون، خطيرة هلالية، كرة عرضية لكن فيها تغطية أمام ياسر المرتدة إلى الكويكبي، وفرصة اتفاقية لكن حاولت إلى رمية جانبية، جمهور اتفاقي عيب بالتأكيد. مالكوم أمام تغطية وتدخل بعد ذلك إلى جانب ميتروفيتش، ميشيل يحاول يمر، ميشيل أمام تغطية، حمد مرة، ميشيل عدى إلى نيفيس، تمريرة الرد لكن وفرصة وكرة، كويسن، يا لها من نقطة، يا لها من فرصة في منتهى الروعة، في منتهى الخطورة لمصحة الاتفاق، لك حلوة ومالكوم تسديدة، لكن الدفاع وكرة عالمي، وحب الأهداف العالمية، التورنيدو ومن غيره، روعة يا سالم، جميلة يا سالم، كورة ولا أسفل ولا أروع، قذيفة رائعة، سالم يا عيني سالم، سالم يا عيني سالم، أمام مانشيني. اللمسة فيها إبعاد تصل إلى هندرسون، أحب كرة أمامية حلوة خطيرة لكن فيها تغطية من جانب علي، الانتظار من جانب ميتروفيتش، ميشيل يحاول لكن التغطية أمام خارج ملعبك،
المسألة معقدة بصراحة لسالم الدوسري، خاطئة من حارس المرمى إلى روبن نيفيز، لكن يبحث عن كرة عرضية، تغطية من جانب الدفاع، ثم بعد ذلك إلى تغطية وبعد ذلك إبعاد أقرب إلى حمدان. مرة أخرى فيها ضغط عالي، رمية جانبية، بونو بأفضلية هلالية في الشوط الأول، ثنائية لماكم وسالم الدوسري، شوط أول ينتهي بهذه الوضعية سيداتي وسادتي. الهلال هدفين، الاتفاق لا شيء. الآن عودة لعبد العزيز البكر، لمسة باتجاه ميتروفيتش لكن التمريرة صعبة، الجانب حمدان خطيرة اتفاقية داخل منطقة ورأسية لكنها كويك بتمريرة، لكن الدفاع تدخل في آخر لحظة. مالكم ثنائيات حلوة هلالية تصل التمريرة لكنها في تضييق المساحات على الهلالي، لكن انطلاقة رغم تفوق فريق على مستوى النتيجة في كثير من المرات. ياسر الشهراني، سالم الدوسري، كرة عرضية صدمت في طلب الكرة من جانب كوايسون، عرضية لكنها سهلة في هذه التغطية الدفاعية، وبعد ذلك الإبعاد تصل إلى عرب ليهي سعود عبد الحميد. ياسر إذا تمكن من الحصول على مكان أساسي في قائمة فيها أمام الأمور في هذه الأثناء بكرة طويلة بعيدة عن الكل، سهلة نحو غاية ورائعة الغالية بالنسبة لياسر بونو لكادمي، محاولة اتفاقية في مكان خطير داخل منطقة الجزاء، والتسديدة في منتهى الروعة لكنها بعيدة، خطيرة خطيرة جميلة جميلة. الكويك بتهديد حقيقي اتفاقي أول تقريبا في شوط المباراة الثاني. الحري محاولة البحث عن التمرير، مالكم علي البليهي أبدأ الأفضلية اتفاقية في هذه الأثناء، تسديدة لكنها سهلة على حدود منطقة الجزاء أمام علي البليهي، لكن التغطية البليهي على جهة اليمين إلى مالكم، اليمين كرة تصل إلى ميشيل، عرضية خطيرة ولكن الفراخ الخطيرة دي كل اللي جربها من ايه دي احد الريسيبي وبقى يعتمدها، جربوها الطريقة دي وبطلوا الطرق التقليدية هتعجبكم جدا جدا. هحتاج 4 صدور من الفراخ او حسب الكمية اللي انتم محتاجينها، واعمل فيها فتحات بالطول والعرض كده بعد ما اشيل منها العرق الفلتو، هبتدي احط ملح وفلفل فقط لا غير، لكن على الناحيتين، وندعكها كويس جدا. بعد كده عندي طبق فيه دقيق احط فيه الفراخ اغمسها كده، وبعدين هنفضها كويس جدا. بول على النار فيها مكعبين من الزبدة، معلقة من الزيت، وهبتدي انزل بالفراخ بتاعتي واديها لون ذهبي كده على الناحيتين. بعد كده هبتدي انزل بنص مكعب زبدة تاني، فص ثوم مهروس، وهوزعهم في المقلية كده تحت الفراخ، هنزل بعسل نحل، صويا صوص، وخل، وهقلب برضو الفراخ في الكلام ده كله. هاخد بقى من الصوص ده واحط على الفراخ كده، وبعد كده هزودها ربع كوباية مية بس، واغط عليها واسيبها لحد لما تكمل تسويتها. بقت جاهزة معايا وعملت لي صوص خطير شكلها وطعمها تحفة جدا، وقدمت معاها بطاطس ورز بسمتي.